مساء الخير، حلقة جديدة من عيش ستايل رح نعيشها سوا اليوم. رح نعيش النهار طبيعي مثل أي ست بتعيش حياتها اليومية، بتروح بتعمل شوبينج، بتعمل شعرها، بتعمل تجميل، بس طب صغيرة. منبلش مثل العادة بالمشوار اليومي. وين أقولكن الكزدورة؟ بونجور، كيفك مدام؟ ماشي الحال؟ ويلكم تو سلوير. ثانك يو. اوكي، خبروني عنكم. اهلا. بعد ما كثير بعرفكم. وين؟ بس جاي اعمل شوبينج، بمعنى شوبينج يعني. نعم. كرمال هلا اخر رمضان لجوزي. وي. بس الشوبينج بدك تعمليه انت حبها بس. غير ستايل ولا بس جاي تشتري الاغراض؟ نو بدي غير ستاندر. بدي غير اللوك لان هو حدا ما بيقبل يغير. اوكي، سو سيربريز رح بتكون. anyway يعني الكوليكشن هي يعني نحن كبراند معروفه بان فيها كذا ستايل وفيك تنقي انت الستايل اللي بدك اياه. اوكي، فمشان هيك رح نبلش فرجيكي شو اللي نحن الموجود عنا وشو مش عقلك نتميز فيه، بس شو بتقدري تلاقيه للأشهر تلاقيه سبيسيال. اوكي، وانا بعطيك بريف كمان شو القصص اللي كفكرة. هيدا ومنقصه. اوكي مدام، مثل ما شايفي هون في عنا مثل ما خبرتك بس لحلك هلا، لانه نحن اكثر على الفابريك، نعتمد على الفابريك. سو من الفابريك فيك تنقي الفت اللي بدك اياها وتعملي الميكس الكلر. سو نحن اكثر شيء الاكثر فوكس هو على البانس، ومن البانس بنصير نعمل الجاكيت والشميز. بنوسع. وي. اوكي. سو عندك البانس مثلا بيجي الكوتن، عندك اللينن، عندك الميكس فابريك، وعندك الفت يلي انت اللي بتنقيها. سو بدك ستيم ريجولر سكيني وات ايفر. هو بحياته ما بيشلح الاسود والجينز والجينز الرماد المسوات كمان يعني ولا مره بيلبس لون. اوكي. سو لا نحن في مخاطره. وي، نحن اصلا البراند ما بيعملوا الكلر الاسود، ما بيعملوا. سو بتقدر تلاقي كل الكلر الموجودين الا الاسود. اوكي، ما انا من هيك جيت لانه بدي غير، يعني بدي غير يا غير مزبوط يا بلد تغيير. يعني اذا لبس بنطلون ابيض رح احس بالتغيير او رح يطلقني. واحدة من اثنين. طيب سو بدنا نبلشها شوي شوي. شيء اقرب شيء هيك اركز شيء اللون. ما بعرف. انا شفت هيدا على فكره، هيدا اللون حلو. لانه ما عاطي فلاشي اللون. مزبوط. هيدا انت هلا عم تنقي هالفابريكا اللي هي كوتون ولينن ميكس مع بعضهم. بيجي الكوب سليم، معناتها مش معناتها كتير سكيني نو، بس من تحت الباطن تبع الاجر 19 سنتيمتر. اوكي، والفرق بين الريجولر هو 20 سنتيمتر which is نو سيم، يعني السكيني بيجي 18.5. سكيني هو ما بيلبس سكيني، سو من هيك رح تضغط. سو هيدا بيجي فيك تقولي يستعمله يحط عليه بليزر، في يلبس عليه بولو شميز بولو. اوكي، مش بولو، مش بالضروري بالكالر. أوكي. مش بولو. اوكي، نقدر نستعمل شميز لانه عم قلك بدي احاول اقرب قد ما في شوي من ستيلو، بس نكسر كمان نقزه. وي، ما يكون كتير ما نقزه بس وهيك. وي. طيب في عنا فينا ناخذ مثلا شميز سترايبس عادي. أوكي. وفينا ناخذ نيت وير يلي هن موجودين مثل عنا، بتيجي كمان هيدي اتس ايس كوتن فابريك اي ثينك هيدي يس، بتزبط في حتى تحت بليزر، في حتى تحت بلوزون، في حتى تحت سويتر وات ايفر. هيدي الفابريك تبعيتها كثير سبيشال. وهي شو الكولرز تبعها؟ في عنا اسود وكحلي وبيج والبلو. هيدي بيرفكت. اوكي، وفي عندنا هيدي اي ثينك هيدي. اوكي، هيدي اتس بولو شيرت، اتس مين عندها بوكيت، بس هيدي يعني اكثر انه
يعني اذا بدك تاخذي له شيء كمان يحبه اكثر خذي شيء. ما انا عم حاول بعد عن اللي ما بحبه. عرفت شو قصدي؟ هيدا لانه بحس انه فابريك الحياة استعملها ويستفيد يب. منه. وي ذاتس ات. سو هلا هاي نقيناها والبنطلون نقيناه. فينا اذا بدك نحطهم هون بس لنشوف. اوكي. هلا انا بس انا ما بعرف الكات على اللبس وي. كيف معقول شوفهم على اللبس؟ وي في عنا موديل هون في موديل اكيد طبيعي اوكي يقدر يجرب وتشوف كيف بيطلع اللوك وكذا أوكي. هلا يمكن بيختلف السايز بين طبيعي شخص بس وشخص. انه بتشوف الكات بس بتشوفي كيف اللوك اون جنرال. هيدا كمان عم بيجي كمان في يستعمله في يستعمله للاربن دي اند نايت اوفيس او مثلا ويكند اوكي كمان بيلبق عليه البلو حسب اللون يعني في عندك البلوات يلي هو البلو بس شوي لايت في عندنا البراون بس انا فرجيك في عندك صار ثلاثه فابريك 1 2 اند 3 اوكي سو كل جام مختلفه عن الثانيه هيدا سلاكس اتس مين كاجوال بس كلاسيك كاجوال وهيدا كمان از كلاسيك لينن وهيدا كلاسيك كوتون في شوفهم على اللبس تعرف شو بدي لانه هيك اكيد ما رح اقدر احدد كل قطعه وخصوصا الشميز بعد ما تتصنع تنصبغ تتغسل 12 مره 12 وي اول شيء لسببين اول شيء مشان اللون وثاني شيء مشان السايز ما يتغير اوكي بتعرفي انت في مزبوط بتحط بتغسلهم ايام بيكونوا هيك بصيروا اوفر سايز بعد بصيروا سليم دغري سليم او شيء هيدا هو ديجا بيكون عندي هلا مثلا من ضمن هيدا الفابريك في عندنا هيدا اوكي هيدا هو نفس الفابريك بس هيدا كثير ستايلش يعني فيك تقولي كثير كثير ترندي بخاطر وبيخد له احمر انا برايي خلينا اول ستيب نبلش بهيدا كمان ما بدنا ناذه من المحل او بيخد له لوكين واحد شوي هيك راسين والثاني ليك اذا بدك انا اخوات احنا راينا بفضل ياخذ اول شيء شيء كلاسيك وشيء كاجوال يلي هو مثل هيدا الجام سو بيعرف انه بيقدر نحس حاله صحيح غير بس ما طلع ضمن الكادر يلي هو فيه اوكي عرفتي طيب يلا اوكي سو خلينا نبلش فرجيكي بس اللوك كيف بيزبط ونرجع من اوكي اوكي بليز وين مثل ما دام فرجيت عم فرجيكي بس اول شيء لوك سلوير لوك يلي هو ميكس كولر سو عنا بنطلون مش احمر بس جاي اتس يعني فيد الكولر مش كتير احمر احمر مع الشميز يلي هي بتيجي رياه البلو هلا من هيدا اللوك رح نجرب نحط بنطلون مثلا كتير ستاندر يلي هو الكولر يكون عادي بيج او شيء بتشوفي انه دائما مفروض يكون في بال بال باللوك تبع سلوير قطعه تكون مثل نوت دو ميوزيك موجوده يعني مثلا اللون والباقي يكون كلهم الوان عادي لانه ما في يكون كلهم عادي او كلهم كتير اكستريم اول شيء عندنا هيدا اللوك عندنا هيدا البانس اللي هو 50 بيجي اوكسفورد يلي هو مثل ما بينعمل للشميز بس عاملينه بنطلون ومع الشميز اللي هي الميكس واللام والكوتون مثل ما فرجيتك اياها هونيك سو عم فرجيكي بتلبق مع اي كولر حسب الفت هلا يمكن السايز شوي بيختلف او كذا بس اللوك كلوك بيرجع فيه بتزبط معه بليزر كحلي فيه يلبس بلوزون او اي شيء سو رح اعطيك هلا يجرب البانس اللي هو اللي انت حضرتك نقيتيه بتشوفيه مع هيدا الشميز ومع البولو يلي انت نقيتيه بتجي اللي انت نقيتيها حبيتيهم يلا اوكي مثل ما شفنا اول لوك فرجيتك فرقوا كثير وي البنطلون يلي هو هيدا بيقولوا له التشينولينو يلي هو لينن اند كوتن اعطي لوك عادي مش كثير ما عم اقول لك فرقوا فرق. على اللون الثاني دغري فرقوا لانه نحن الفابريك فابريك والكوب هي زيتها هلا هيداك كان سليم هيدا اتس ريجولار كات اوكي سو عادي مختلف بس قصه اللون مع الشميز هيدا اللي انت حسيتيها شوي قويه هون عاطي عادي اوكي اذا حط بليزر يلي هي بتجي كحله او بدي اشوف شي سكارف انا لانه هو مدمن على السكارف اكيد فينا نحط كمان معه جبنا سكارف اثنين كاكولرز اوكي في شغله بدي اخبرك اياها عن البانس عندنا البانس في اذا لاحظتي في هو بيجي ثلاث زرار اول شيء لتثبيت البنطلون يعني بتسكر اول زر الثاني الثالث حتى يثبت
ما يكون مزبوط وما يفتح كتير مزبوط. مش إنه إذا نص حلو في وسو. في لا ما هو كمان كرمال. عنجد. أوكي. يلي هي موجودة. ذكية أنا. أكيد. لأنك ديجا عندك فكرة عن الموضوع. من هون عندك ثلاثة. أوكي. الأول بنفت لقاله إنه بس ينحط الزر من هون تقدر تقدميه لهيدا. أوكي. يعني عندك يا هيدا يا هيدا. أوكي. يعني اثنين. بلس هول اثنين ليثبتوا الزيب من هون حتى إذا حدا كان قاعد انفتحت ما بتضل مسكرتها هيك ما بيبين. بيثبتوا أكثر. من هون عندنا يعني هيدي مشان البلت. أوكي. بتهدي البلت حتى إذا كان السايز أكبر بالبلت أوكي. أو بالبنطلون ما بينزل هيك نازلين هيك بتكون جاي ستريك. مثل ما شفنا هلا انت حبيت تزيد عليهم خلينا نحط هذا البنطلون هون بعد ما قلنا مزايا قلت حبيت تزيد عليه سكارف. في عنا اثنين سكارف كولر، في عنا البلو حتى ما نكون نجيب لون كتير قوي وجبنا عنا هيدا بيجي فيه شوي انا بفضل اللي فيه شوي جراي على بلاك. بتعرف ليه؟ لانه ما كتير بحب لبقهم على على الميله يعني. اللي جبت لك اثنين كولر حتى عندي اثنين. هلا اللوك فينا نعمله بحط لك اياه انا انه مثلا مش هيك. هذا بحطها تحت الشيرت او بالاحرى هيك. هلا انا بحط لك اياه بعدين انت حسب كيف بتحبي تحطي البال السكارف بتفضلي اوكي يبين يعني 100% لا السكارف معمول بيقدر يستعملوا هيك بيقدر يحطوا عادي بيقدر وات ايفر بس كلوك عاطي ما بلس فيه اذا بده كمان يبين شوي ستايلش اكثر او هيك ارتر فينا نحط شابو خلينا نشوف الشابويات اني واي اوكي جبنا الكالر الثاني منها للشابو يلي هي هيدي اوكي دائما بنعتمد على نجيب كل الكالر وخصوصا اذا كان سوري اوكي ايه هيك ما رح ينقص ما نو كثير قوي الكالر ولا اللوك سو هيدا اول لوك جربناه هلا اوكي في اخذ صوره بس تشوف بالاخر نقي بيناتهم ابتسم لي شوي Thank you. Okay, هذا اللوك الثاني الشميز اللي عجبتك بس حسيتيها شوي برينتد مع البنطلون عاطي كمان الافي مثل ما حكينا على تخيل بفضل هذا الشميز اكثر سبور عاطي لانه جاي بين اثنين فيها تكون سبور فيها تكون كل ما بعد شوي بليز بعد شوي محمود اوكي كل ما اختف هو البرنت وي ما تبين البرنت قويه كل ما حدا قرب بيبين اكثر اوكي على الضوء كمان بتعطي افي حلو انه فيها متكأنها لونين سو بيقدر هيدا لوك كمان كتير حلو كمان بيقدر يستعمل عليه نفس السكارف والشابو مزبوط هيدا اول لوك اللي اعتبرنا في حط عليه بليزر بتحبي نجرب بليزر بس ما انا بتاعت. لا ما بلاقي هلا نحن سمر وهيك بده شيء انا بلاقي هيك هيدا اول لوك مبين مثل كانه فينا نقول كلاسيك وفي يكون كمان كاجوال هيدا اول اوكي رح ننتقل على الثاني اللي فرجي اللي عجبك اللون الاخضر بنطلون مع الشميز ومع البولو هيدا اللوك الثاني اللي كان عم نحكي عنه يلي هو كتير كاجوال البانس هلا بدي خبرك شغله انت عم تشوفي اللوك انه عم يبين كثير فتد وكثير خرج وحدا عن كثير موديل وهيك صح. بس ما تنسي السايز بيأثر يعني هلا نحن عم خبرناك انه عندنا بنطلون يلي هو بيجي وول كثير رسمي في كمان عندنا بنطلون يلي بيجي هو كوتون تاتش لينن يلي هن هيدول كمان هذا كثير رسمي وفي يستعملوا يلبسوا على بولو ايه هلا ما كثير بيلبس رسمي سو من هيك ما طلبت عم اقول لك يعني بس انه بيقدر يعني عندنا كل هيدول بس دائما بتعرفي بالموضه بينعرض الاشياء الجايه اكثر واللي دارجه اكثر واللي هي مثل ما قلت لك نحن لكان على اللوك تبعنا كان شوي ترندي بس از نوت كثير فاشن ما طلعنا اوت اوف ذا كادر ضلينا ضمن الليميت يلي هو اللي بيحبها النكست ستيب انه نقدر نخلي او مش يغير ستيل تبعه ما بدنا يغير ستيل تبعه اكيد لا بس يتقبل الفريش اكثر مزبوط هيدي هي خلص لكن هول هن تقريبا هدول هن ومبروك ثانك يو جون تفضلي مدام
ميرسي. ثانك يو جون. اول شيء ميرسي لانك اخترتي سلاوير و ثانك يو لك. ثانك يو. ان شاء الله اهم شيء المسير يكون عجبه الاغراض. يعني رح يعجبوه. بخبرك. لازم. ببرق خبر بور. اكيد. ليعطينا رجل. اكيد. ثانك يو جون، ينعاد عليك. ميرسي وعليك. اوفوار. بريك صغير ومنكمل سوا. نصايح الجمال ما بتخلص وتحديدا عند السيدات. خلينا بفقرة بيوتي نشوف شو مخبالنا خبير الجمال. كيفك؟ تري بيان. يارا الميديكال اسيستنت حتكون معنا اليوم مش انت؟ ايه اليوم هي. الفت نحن حكينا بالبي بي ال، بتعرفي البي بي ال اتس نيو سيستم تو كيب يور سكين فور ايفر يونغ، فيري نيو ميدل ايست، اول ماشين ميدل ايست تو كيب يور سكين فيري يونغ اند فور ايفر يونغ. مثل ما فسرت لك مبدا هو كثير هين، بينعمل ليزر للوجه، اتس بي بي ال ليزر. No bruises, no redness, no pain. ماشي وبتعمليها كذا جلسة، مثلا بنعمل كل شهر جلسة على 3-4 أشهر، كل سنة بنعمل هيك. This way we can guarantee you to have a very young but surtout forever young skin. بتقدر تنعمل neck and face, أم neck or face. So ما رح نعمل كل شيء، حنعمل neck and face. فيك تعمل neck لحاله، فيك تعمل face لحاله. Okay. بس شفتك يلا سي يو سون اكيد. كريستينا خاطر اليوم ضيفتي بالاستوديو رح تحكي عن الاتيكيت، وتحديدا اتيكيت كثير مهمه بهيدا الوقت اللي عم نعيشه. كريستينا بونجور. هاي كيفك؟ صافا وانت؟ أنا منيحة. شو في أخبار؟ كل شيء منيح. بدي أقول لك أنا من جون روبرت باورز. سوري بس على التليفون. طيب لكن رح أنطلق. ها هي التوبيك لليوم.
خبريني كريستينا. طيب رح نحكي اكيد بالعكس، رح نحكي عن الاتيكيت وعن التكنولوجيا كمان لانه كثير غيرت بحياتنا. صح. بس اقول لك انا من جون روبرت باورز، هي اكاديميه عالميه في 98 فرع بالعالم وجبناها على الميدل ايست. هلا صرنا بلبنان اول فرع. اوكي. وبنعلم سوشيال جريسز، اتيكيت، بروتوكول، كل شيء تراك خاصه بالبوليتيشنز، اكتينج، سينجينج، موديلينج على صعيد عالمي. اكيد في جريس كالي، جاكي كينيدي، اودري هابورن، جورج دوهم، كثير من المشاهير تخرجوا من هال. هلا قريبا انا رح فوت بما انه المشاهير بس. اليوم تحديدا شو كريستينا؟ بدنا نحكي شوي عن الاتيكيت، عن الـ عند الـ عند الكيدز وحتى العالم اكيد الاكبر. أيه. مع التكنولوجيا هالايام لانه كثير 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 راجعين لورا. يعني هذا المشهد اللي شفتوه هلا انه كريستينا عم تحكيني وانا على التليفون، هيدا ما بعرف شو بتسموه بالاتيكيت. هيدا تحديدا كل شيء له اتيكيت. يعني اوكي اللي حقلك شوي هلا، مثلا مثل ما بتشوفي هلا، مثلا ما بقى حدا بيقعد مع العائله، ما بقى حدا بيقعد مع اهله، حتى نحن قاعدين على طاوله السفره بدنا نتغدى بنتعشى بتلاقي كل واحد لاقى سيلولاره. هدول قصص اصلا يعني مش مفروض تصير، لانه بس تقعد انت اصلا على سفرة ما لازم يكون عندك ولا شيء، إن كان الساك تبعيك أم بورتوكلي أم السليولار أم عوينات الشمس أم كل شيء، كل هول لازم يكونوا مضبوبين وما لازم يكونوا على الطاولة. أوكي. وفي شغلة أنا بتزعجني، ما بعرف إذا في عالم بتزعجهم وفيهم يكونوا عم بيقولوا هلا إنه إيه حشت تفلسف أنت منك هيك وقت تظهري. صدقوا إنه مني هيك، لأنه وقت أظهر مع الشخص بحب يا اما بقعد ببيتي وببعت له واتساب، يا اما اظهر معه ويصير في حديث انا وياه، يعني لانه ليه ظاهرين ساعتها؟ عم نظهر من البيت، بنروح على ريستورانت، بتروحي على اي محل، بتلاقي الناس قاعدين على الطاوله هيك. ما حدا بده يحكي الثاني. ما حدا بقى بيحكي الثاني، كل الكوميونيكيشنز عم بتصير فيا سوشيال ميديا، فيا تكنولوجي، واتساب، فيسبوك، كل هول الانتراكشن بين العالم صارت كثير قليله. ومثل ما بنشوف في هيك مثل نكته صغيره هلا مطالعينها، انه طفت بطاريه اليوم، كان نهار احد طفت بطاريه، تعرفت على العائله، هن عالم مهضومين. يعني لانه العالم يعني لو ما انطفت البطاريه راحت العائله. يعني سو هو مثلا لحاعطيك اكزامبل صغير، اذا هلا مثلا انا قاعده عم بحكي معك حتى ورن تليفوني، قد ايه بتحسي حالك انه عملت من قيمتك، وقد ايه بتحسي حالك هيك مرتاحه، واذا انا ما طلعت حتى مين دق؟ اكيد لانه عم تعملي لي قيمه واحترام. اكيد انه عم تحكي معي انت وانا عم بتسمع عليك، سو انا ما مفروض ولا اطلع مين دق على التليفون. هلا مفروض حطه سايلنت، بس ان كيس ما حطيته سايلنت ورن التليفون وانا ما طلعت مين دق، بتحسي حالك انه عملت من قيمتك. سو الواحد لازم يقلبها اكيد على حاله كمان على الشخص الثاني، انه اذا رن تليفوننا كمان ودغري ردينا وحدا ثاني عم بيحكي، انه عم نقلل من قيمه الشخص، ما عم نعطيه حقه بالحديث. يعني هي شوي لبيئه، هي بدها تكون لبيئه بالتعامل. بس هل اذا في ايام بيكون شيء ضروري بدك ترد عليه، كيف الطريقه؟ هل بدنا نستاذن من الشخص أكيد. اللي معنا اكيد اول شيء بدنا نستاذن من الشخص اللي معنا ونقول له انه مضطرين نرد اكيد، ومنرد بشكل كثير يعني سريع ومنسكر التليفون، نرجع نستأذن اكيد بعد ما خلص المكالمه. اوكي. هلا في كثير جيل يمكن قطع، ما بعرف اذا بعد في نعمل شيء يتغير هذا الموضوع، بس للاميات اللي عم بيربوا اولادهم صغار، لانه من هو صغير الولد بيشرب هول الاشياء اكثر بكثير من على كبر، كيف فينا نعلم الام تربي ولدها يضل محافظ على هاي الاتيكيت، وتحديدا البنات اكثر من الصبيان، لانه بعدنا بعالم ذكوري كل شيء مسموح للرجال. البنت اذا اي شيء بيقولوا اف ولو معقول عملت هيك، وكيف بدنا نوجه شيء للاميات يعلموا اولادهم ببيتهم؟ اكيد هلا هو اهم شيء
بس بدنا نعلم اولادنا انه نحن نطبقهم. يعني اهم شيء اكيد نحن كمان بس بدنا نحكي مع اولادنا وبس بدنا نحكيهم نحسسهم انه هن عم نعطيهم وقتهم كمان واهميه لهم، وكمان نحن ما نرد على التليفون أم ما نلتهي بغير شيء أم أكيد. يعني نكون قاعدين مع اولادنا وما عم نعمل ولا شيء ثاني، يعني مش انه عم نطبخ قاعدين مع اولادنا ام سالنا سؤال لحدا ام ردينا ام عم نطلع على التيفي، يعني نعطيهم كل اهتمامنا كل الاتنشن تروح كليا كلها لعندهم كرمال هن يحسوا انه هيك لازم يعملوا، يعني يحسوا حالهم غلط لانه بتعرفي كل شيء ببلش بالحياه بالبيت. بس يعني هل فيك تحصريه هلا وتحديدا السوشيال ميديا غازي الدنيا، يعني بتشوفي ولد عمره سنتين مش عم بشيل التليفون من ايده او الايباد او اي شيء تلاقيه هيك سنتين بيكون عمره مظبوط، هل في ينعمل شيء لانه خلص بتحس الاشياء بطلت محصوره؟ لازم الاهل يحصروا، يعني كيف مثلا نحن وصغار كانوا يقولوا لنا مثلا الساعه 8 لازم نفوت على ننام، ممنوع بقى نحضر تي في، لازم يكون ذات الشيء، يعني لازم ينطفوا التليفونات اكيد للاولاد الاكبر بالعمر يلي هو ما مفروض يكون عندهم تليفونات اصلا، يعني بس هلا كلهم عندهم، يعني بدنا نحكي بحدا كله عنده تليفونات، شو لازم تعمل الأم؟ هل لازم مثلاً تعطيه وقت محدد للولد؟ كيف؟ أول شيء بقضية الجمعة بس يعني بس يرجعوا من المدرسة عندهم درسهم كل هول لازم التليفون يكون ما لازم يكون حدهم ولا الآيباد ولا الكمبيوتر، يعني لازم كل هول ينطفوا، ينعطاهم بلكي ساعة بالنهار ينعرف إنه هالساعة كيف في ساعة درس مثلاً ساعتين درس ساعة نص ساعة لتتغدى ساعة كرمال يقعدوا على التليفون يحكوا كل هالشيء، يعني انا عم شوف كثير عالم كمانها بتاثر على الصحه، وكثير اهل عم بيجوا لعنا عم بيقولوا لنا انه حتى الاولاد بيناموا على التليفون، يعني بيناموا والتليفون حدهم، هول القصص الراديشن اللي بيطلعوا من التليفون اصلا بيأذوا الصحه مضره كثير. عم تحكي كثير منطق. كريستين ثانك يو، لانه انا برايي كثير لازم يبلشوا ينوروا بموضوع التليفونات والسوشيال ميديا تحديدا، لانه الكوميونيكاسيون راحت بين العالم. سو ثانك يو، عملنا هيدي الحلقه معك عن هذا الموضوع، وبليز لكل الاهل خلوا اولادكم مع التكنولوجيا، انا انسانه مع التكنولوجيا بس ما نفوت فيها كثير اوفر، لانه بالاخر رح تخسروا الكوميونيكاسيون بينكم وبينهم، وعكبر بتحسوا فيهم، بتخيل مش هلا بتقطع يمكن، بس عكبر في مشكله. فيها تزيد شغله صغيره بس بليز. اوكي. اهم شيء كمان بس يصير في سوء تفاهم مع الاولاد بين اهل الاولاد، ما يفوتوا واتساب ويجاوبوا بعض واتساب ويبعثوا، لانه كمان هذا الشيء المشكله الصغيره بتصير كثير كبيره، دائما الاهل يرفضوا يجاوبوا اولادهم بهالطريقه اما يردوا عليهم، بالعكس يطلبوا منهم انه بدهم يشوفوهم بس يجوا على البيت وين ما كانوا يحلوها فيس تو فيس دائما، لانه كل مشكله بتكبر فيها التكنولوجيا. اكيد لانه بصير في سوء تفاهم بالمساجات ما بتوصل الفكره. مزبوط، معك كل الحق. ثانك يو كريستيان. تعودتوا تشوفوني على الطبيعة وتعودتوا تشوفوني بماسك بلا ماسك بشعر بلا شعر، اليوم لوك اوف ذا داي ما بعرف شو رح يكون. بونجور. بونجور. هاي نيكولا. كيفنا اليوم؟ رجعت لعندك. خير؟ رح اقول لك ليه رجعت. يلا قولي لي. اليوم قررت اعمل لوك للعروس اللي شعره قصير. هاي برافو. ما بدها تحط اكستنشن. هاي يلا. اتفقنا؟ اكيد. بدنا نشوف شو معقول تعمل العروس اللي شعره قصير وبدها تخليها قصير نهار العرس. يعني فينا نستعمل هذا كمان نيو لوك. لكن للناس بالاكستنشن نحن بنظهر منها شوي من هلا الروتين. وبنعمل لوك شعر قصير، خلينا نكون مثل الاوروبيين. لا لانه في كثير عرايس عن جد قاصين شعرهم قصير وبحبوا يكونوا قصير، بحبوا يضلوا على طبيعتهم. باوروبا كلهم ناتورال، انا اتمشط ناتورال. يلا يلا. عم نشتغل بطريقه حلوه كثير اليوم، رح يضلوا ناتورال اكيد.
رح نعمل فوليوم بس اكيد رح نحط طرحه. حط اللي بدك بس نخلي الشعر قصير. نحط طرحه نكفي الفوليوم تبع الشعر كله. اوكي. طرحتنا الحلوه واكيد هذا عندك هالستايل انت كثير حلو. نشتغل على الورد هون تقريبا مثل درجين هلا بس لانه انت وجهك رفيع اكيد بيطلعوا احلى معنا. اوكي. يلا. لا بتعرف ليه حبيت؟ شو؟ لأنه أنا بعدني أنا. أنا أنت هيك. إيه. ديفرنس لوك. ما كثير بحب القصص الكلاسيكية فهيدا بيشبهني. هذا بيشبهني. إيه. ضيفتي لليوم أنا شخصياً طلبت فيها. لأنه بالصدفة أنا وعم قلب بإنستغرام أول مرة بتخيل حدا بيشتهي سكربينة، اشتهيت السكربينات تبعولها. هلأ رح تخبركم هي ليه أنا اشتهيت السكربينات. إما بطرس، هاي كيفك؟ سبا فيك تخبريهم ليه أنا اشتهيت السكربينات بليز؟ أنت شو قلت لك أول مرة؟ نعم، أنت شفت كولكشن على إنستغرام يلي كانت كولكشن لسبرينغ سمر تبعنا يلي الإنسبريشن تبعها كانت جاية من الديزرتس. فالشوز were supposed to be treats to your eyes. حتى لك أنت حبيتيهم. لأني بحب بطني شفتوا لي. إما بما أنه الوقت ما أنه كتير كبير معنا بستوديو أنت عندك كتير إشياء نحكي عنها، خلينا نعمل هيك برمي سريعة عهول اللي معنا بستوديو لأنه في عنا شيء بدنا نركز عليه بعدين. هيدي هي النيو كولكشن الفول وينتر. هيدي اتس اور فول وينتر 2014-2015 كولكشن. هيدي الكولكشن هي ريدي تو وير. نحن قلنا 5 سنين مننزل كل سنه تو كولكشنز فول وينتر وسبرينغ سمر. هالسنه هي اول مره وي اكسباندد لبرات بيروت. صار عندنا بوينتس اوف سيلز بدبي. اوكي. وهيدي الكولكشن از اكسكلوسيفلي شوكيس. اما سوري انت اللي بتصمميهم وانت اللي بتنفذيهم؟ نعم.
اوكي. نحن بنشتغل بويز ديزاين، بلش من 5 سنين فكره كوتور شو ديزاينر يلي كان ما في منها بالميدل ايست بوقتها. مزبوط. هي فكره انه كيف الشخص بيروح الست بتروح عند فاشن ديزاينر لحتى تصمم فستان لها بذوقها بالخياطه اللي بتعجبها تتفت جسمها شخصيا. الشوز ذات الشيء عنا بتجي الزبونه بنعمل ديزاين للشوز اللي بيعجبها، بنعمل ريسيرش، بنفرجيها سكتشز، بنفرجيها ماتيريالز، وبنعمل قالب لكل شخص يزبط على قشره، وبالتالي بير اوف كوتور شوز اللي معقول يكون فيها تطريز شغل على الايد، اني بيرسونال تاتش، اند يو ويل هاف شوز اوف يور اون. اها، واللي هي بتناسبنا كلنا لانه ايام نبرم بالسوق كثير وما بنلاقي السكربينه اللي نحن بدنا اياها. طب وقد ايه بتاخذ وقت الواحد يقدر يعمل سكربينه؟ يعني اذا انا مثلا بدي بعد بكره اما سكربينه شو بتعمل؟ لك عندنا نحن كوليكسيون ريدي تو وير اللي هي مثل هول، اللي انت فيك تجي على البوينت اوف سيل. اذا انا بدي اعمل شيء ثلاث ايام از امبوسيبل، يعني كان عم تقولي لفاشن ديزاينر عمل لي فستان اليوم عشيه، لانه في عندك التفصيل، عندك الخياطه، عندك بدنا نقيس بركي مثلا القصه بدها تظبيط من زيت منعدل بالبروسس الكاستم ميد. عاده هي عمليه بتاخذ من 3 لـ 4 أسابيع حسب الطلب الزبون، حسب اذا بده شك، بده تطريز، بده قصص مفلسفه، والماتيريال عاده نحن بنستوردهم من برا، فهي عايزين وقت لحتى يوصلوا، حتى نشحنهم، نطلب حسب الماتيريال اللي الزبون طلبه. اوكي. بدنا ننقل على الشق الاهم واللي هو البرايدل. مظبوط. كمان مثل ما خبرتك وقت بلشنا السبيشالتي تبعنا من 5 سنين لليوم هو البرايدل فوتوير، يلي هو كمان سكشن ناقصه بالسوق عنا بلبنان وبالبلاد العربيه. حتى هيك نحن بهالخمس سنين عملنا اكسبيرينس باكثر من 200، اشتغلنا اكثر من 200 عروس. هالاكسبيرينس بتعلمنا، بتفرجينا كذا نوع اجرام، في ناس عندها مسامير، ناس اجرى اكبر من اجر، ناس اجرى عريضه، ناس اجرى قصيره، اجرى رفيعه، فتعلمنا هاو تو ادجاست المولد تبعنا والقصات لكل نوع اجر تيناسبها. من وراء هيدا الشيء قررنا تو لانش الشهر الجاي براند اسمها وايت باي بويز ديزاين، ويتش از سبيسيفايد سبيشالايزد برايدل لاين. نحن هلا بالوقت الحالي عندنا 5 6 10 ايتمز بالكوليكشن تبعنا برايدل، بس حبينا نعمل كوليكسيون من 20 او 25 موديل بس مختص للاعراس. اوكي. فيه اكيد ماتيريالز الكلاسيكي اللي الناس كثير بتحب انه بعدها بتحبها، مثل الليس، مثل الدانتيل، مثل الستراس، مثل الجليتر، مثل ما بتشوفي هون مثلا جيبور برودي، مثل جلد الشامبين العادي، فضه، ذهبي. هون عملتيهم فلات لانه ايام العروس. مزبوط. اخر الليل خلاص هي ليكي، حتى في عروسات بطلوا يلبسوا كعب على العرس، يعني في ناس اللي الطول انه هي وجوزها كثير متناسق ما بقى حتى عم يلبسوا كعب. والرينج الجديده اللي عم خبرك عنها بتتضمن ساندلز وفلاتس ودوبل سمال، تريبل سمال، كل الرينجز يلا ترضي كل الاذواق، وفيها ماتيريالز اكزوتيك سكينز، عندك سنيك، عندك اوتروش، عندك كوكو، كلهم نعم هولي تو كفر الناس الترندي والناس اللي كلاسيك. بس قد ايه العروس بتركز مزبوط على السكربينه تبعيتها وهي بكثير اوقات ما بتبين؟ لكن اول شيء يعني ايام كثير ايام، مش كثير ايام، انا لهلا ليلى اللي شفتهم يمكن لابسين قصير بعرسهم، بس بعده الفستان اللي طويل للارض انه بغطي السكربينه بعده موجود عند كل العرايس، شو ليه هالقد بيركزوا على العرس؟ اول شيء في عندك كثير راحه يلي انه خصوصا ببيروت، الاعراس تبعنا وين بتكون بايام الصيفيه؟ بيكون العروس قبل بشهرين الا عم تبرم بفلات مفتوح صندال، تبرم وتنبش وتشتغل، توصل نهار العرس اجرى نافخه، معبيه مي، تعبانه، انه فيزيكلي تعبانه. اذا الشوز اللي بدك تلبسيهم ما بيريح لو شو ما كان شكله، انا بحكي موديل الديزاين. انا مش عم بحكي ريحه. مزبوط. الناس صارت وقتها بتتصور كثير، يعني صار الفوتوغراف ما بقى انه عم بيصورك انت واهلك وانت قصص الكلاسيك، صاروا عم يعملوا ارتستيك فوتوشوتس، بيعلي الفستان، بتمشي، بتركض، والناس صار عندها انترست للفوتوير اكثر ما بكثير من قبل. انا مع، انا عندي ادكشن على الشوز يعني، بس عم بسال لكل الناس اللي بيكونوا قاعدين ببيوتهم وبيسالوا اسئله ما كثير بيلاقوا لها اجوبه، انه ليه؟ في استيل، في عالم كولكشن وهن ما بيبينوا. في ناس بتفكر بهالطريقه ما بيمنع، بس اغلب البنات والصبايا اللي هلا يعني عم يتجوزوا صاروا كثير انه ترند اورينتد اكثر، صاروا بيحبوا انه بيطلعوا على كل تفصيل بالاوتفيت تبع العرس، وذي بلان مثلا في كثير عروسات بتجي لعنا بدها مثلا عنا باكجز للعروس واما والشبينه، اوقات للعروس وقتها بتاخذ فلاتس وهيلز، لانه في منهم بيقولوا لك انه لو قد ما كان بيريح، لما انا واقفه من 9 الصبح 15 ساعه لو واقفه حافيه بدي اتعب، انه بدي شيء قوطه بعدين انا وعم برقص وهيك. في باكجز لكل حدا شو بده. اوكي. طب اما بدي ارجع لهون
لانه عندك كثير قصص اما انت يعني ما فينا نقطعهم هيك. هاي الكولكشن شو كان التيم تبعها؟ تا كل وحده عم نشوفها شيء. اوكي هذا الكولكشن كانت انسبايرد من موفي اسمه سيبل. اوكي اتس ا موفي ذات واز دون ان ذا 1920s عن بنت عندها تعدد شخصيات. هالبنت كان عندها 16 شخصيه مختلفه من وراء اساءه كانت يعني تصير معها من وراء امها هي وصغيره. فعملنا 16 pair of shoes different كل وحده بتمثل شخصيه من شخصيات هيدا البنت. هاي اي شخصيه؟ هيدا اسمها مارجري. اوكي اتس ا بلوند اتس ان اتراكتيف بلوند وذ سايد اوف انه هيومورستيك سايد. بتعرفوا انتم عم تشتروا من عند اما شو تكونوا لابسين بقشركم. وهي هيدا هي ذا مام هي ذا بيرسون هو يوز تو ابيوز البنت. اوكي اوكي هذا الشخص اذا بدك الكاركتر تبعه شخصيتك عنده انفصام بالشخصيه عنده تعدد شخصيات وعصبه. هذا الشيء ببين بخلط الالوان اللي موجود فيها والكونتراست بين الاسود والابيض والتب اللي ملون. اوكي واللي انا حبيتها تشوف اذا بشتريها ولا لا. هيدي هيلين. هيلين هي ذا فرنش سايد اوف هير بيرسوناليتي. حدا يلي كثير مرتب اللي كثير ترندي يلي كثير بحب انه هو يتفلسف من اللبس والاتيكيت. حسني قلبي خلص هوليك ما بقى بهمني تكملي عنه بهمني تكربي انت. اما بتمنى يكون انا شخصيا عندي لقاء ثاني معك لان بعد في كثير قصص لازم نحكي فيها. بدي خبرك كثير حلوه الفكره عن البرايدل سكشن اللي رح ينزلوا. هن بيجوا فكره الباكج تبعهم انه بيجي مع هيل بروتكتورز اللي هو شيء تحمي الكعب من اذا العرس بجازون او بمحل تيتوسخ وينخزق مثل بلاستيك بتنحط. وبيجي بقلبها مثل كرت صغير فوت سبا تعمليها قبل بنهار من العرس للعروس تينفس الاجرين ويكون مرتاح. و اما بطرس ثانك يو على هالقد ديتيلز اهتميتي فيها لكل لراحه كل ست عم تلبس كعب عالي او زحف. ثانك يو كثير انه فكرتي فينا عن جد وان شاء الله رح اكون معك مره ثانيه. ثانك يو. ثانك يو. بتمنى تكونوا قضيتوا معنا ساعه من الوقت كثير مهضومه وحلوه ان شاء الله. بكره بعرف من السوشيال ميديا اذا الكومنتس حلوين او لا. بشوفكم بنفس التوقيت. تصبحوا على الف خير.